مرحبا بكم معنا. أما دابا غادي نتكلموا فقرة صحة على موضوع عسر الهضم. كثير منكم صراحة كان طلبنا هاد الموضوع ديال عسر الهضم ومشاكل ديال المعدة، واللي كتعطينا حموضة، واللي كتعطينا غازات، واللي كتعطينا حرقة، واللي كتعطينا بزاف ديال الأمور. ما كاينش شي واحد فينا اللي ما عاناش من هاد المشكل، فغادي ندويو على الأسباب، غندويو علاش هاد الناس أكثر عرضة لهاد المشاكل ديال عسر الهضم، تشخيص إمتى نبداو نشخصوا المشاكل ديالها، كذلك مضاعفات على الجسم وعدد من الأمور. فنتعرفوا على كتير تفاصيل حول هذا الموضوع. هذا الناس اللي حابه انها تواصل معنا ما كاين حتى مشكل على ارقامنا 0522 30 30 00، او رقم ثاني اللي هو 0522 31 33 33. حاضر معنا دكتور نورا عقال، دكتور اختصاصيه في الامراض الجهاز الهضمي. دكتور نورا السلام عليكم. صباح الخير. سلام. صباح الخير سميه، شرف كبير لي نكون حاضره معكم. كنتمنى بدايه اسبوع موفقه للمستمعات والمستمعين الكرام. كي دايره الاجواء بدا برا؟ الهدوء الوليدات ما كيقراوش، كتحسي بواحد الهدوء خاص، ما حتى ستاندار ديالنا كاين الهدوء اليوم. يلا ارقامنا 0522 30 30 00، او رقم ثاني اللي هو 0522 31 33 33. انا عارفه ان كثير منكم كيعاني من هاد الاعراض، كاين اللي عنده واحد، كاين اللي عنده جوج، كاين اللي عنده بزاف الاعراض. غادي نتكلموا على عسر الهضم. دكتور شو تقصدوا بعسر الهضم؟ اذا سميه عسر الهضم هي واحد المجموعه ديال الاضطرابات اللي كتوقع لنا على مستوى الجهاز الهضمي، وكتوقع فاش كناكلوا واحد المأكولات معينة. إما كتكون دهنية، ولا كتكون عبارة عن المأكولات اللي كتكون مقلية في الزيت، ولا كتكون غنية بالعطرية، يعني داك لي زيبيس كتكون حارة بزاف ولا شي حاجة، ولا فاش كنغيروا نمط الغذائي ديالنا. كتوقع لنا، حنا غنهضروا على العادات الخاطئة اللي كيديروها الناس واللي كتسبب لهم في هاد عسر الهضم. في بعض الحالات هاد الأعراض اللي عندها علاقة بعسر الهضم كتكون كتوقع لينا في بعض الحالات عندها علاقة مع بعض الأمراض. بعض الأمراض على مستوى الجهاز الهضمي، على مستوى المعدة، على مستوى الكولون، وكتجسد في عسر الهضم. يعني مريض مثلا عنده واحد المشكل في المعدة ديالو، كيقول لك ما كنهضمش مزيان، كناكل ما كنحس بالمعدة ديالي ثقيلة، alors que en fait راه ماشي المشكل في النمط الغذائي ديالو، المشكل في العضو. يعني كيكون واحد المرض عنده في الجهاز الهضمي هو اللي كيتسبب له في هاد المشاكل هذه. يعني هي غادي نقولوا اعراض كثيره ولائحه طويله ديال عسر الهضم. حنا لخصناها في عسر الهضم يعني كل ما يتعلق بمشاكل الجهاز الهضمي، ولكن شنو هي بالضبط ما نعرف، حنا غادي نعرفوها معك. واش انا بامكاني نقدر نعرف راه عندي مشكل ديال عسر الهضم دكتور بوحدي؟ فعلا تقدري تشكي، لكن انت كتاكلي وكتحسي باللي المعده ديالك فيها ثقل، ما كتهضمش مزيان، ما كتستحملش، كيجيك غثيان، كتحسي براسك ما كتقدريش تاكلي، كتحسي براسك يعني اي حاجه عطيتيها المعده ديالك ما كتقبلهاش. في بعض الحالات واخا كتكون دازت يعني الاغذيه دازت في المعده، كتحسي بها وصلت الكولون، وكتحسي براسك منفوخه، عندك غازات، عندك يعني مشاكل. دونك هنا فين كتشكي كتقولي بوتيتر عندي عسر الهضم. طيب غادي نحاولوا ندقوا في القضيه ديال عسر الهضم. نعطوا لمحه تعريفيه حول عسر الهضم، شنو هو بعد هذا عسر الهضم، وبالتالي شنو علامات واعراضه؟ في انواع قلتي؟ فيه انواع. عندنا جوج ديال، حنا كنهضروا على جوج ديال تقولي دو شابيتر، يعني عسر الهضم اللي عنده علاقه مع العادات الاكل الخاطئه. يعني الانسان كيتناول الطعام بواحد طريقه ولا بواحد الكميه ولا في واحد الاوقات اللي هي خاطئه وغير مناسبه. مثلا نعطيو امثله باش المستمعين يفهمونا، مثلا الافراط في تناول الاطعمه خاصه بالليل. يعني في الليل راه ما خصنا شاي نتعداو 8 الليل في العشاء. يعني الناس اللي كتلقايهم مثلا كيتعشاو معطلين من مور 8 الليل، في بعض الحالات كاين الناس اللي كيجيو عندي العياده كيقول لك كيتعشاو حتى 11 الليل. اذا هذا خطا زعما كبير، يعني كيدير لهم واحد المشكل. الا تعشيتي مع 11 ولا مع 10 الليل، فوقاش غادي نهضموا؟ كيف ما بغات تكون نوعيه الاكل، واخا تاخذي غير اون سوب، واخا تاخذي غير هكا خضيره مفوره، ولا تاخذي شي حاجه خفيفه، راه خاصها وقت باش تهضم. فوالا خاصها وقت باش تهضم. وهادشي كنلقاو كثير في شهر رمضان بخصوص، بزاف الناس كثير عندهم هاد الاعراض في رمضان، في رمضان وفي فصل الصيف. لاحظتيها؟ حيت فصل الصيف كيوقع بحال ان ديكالاج، يعني كنفيقوا معطلين، كنفطروا معطلين، كنتغداو معطلين، وبالتالي فوالا حتى الليل كنتعشاو معطلين. دونك هذا باغمي يعني من ما بين الاسباب اللي كتأدي لنا
عسر الهضم. كذلك الاكل بطريقه سريعه كتلقاي بزاف الناس بحكم الوقت ولا يعني كياكل بواحد الطريقه اللي هي شارهه وسريعه، يعني ما كياخذش وقته فوالا، ما كياخذش الوقت ديالو باش انه يمضغ بشويه عليه، باش انه يبلع بشويه عليه، يعني كيزرب هذيك الاسراع في في تناول الماكولات كسوسوا تكون صحيه ولا غير صحيه كضر لنا الجهاز الهضمي، لان ما كتعطيش الوقت التام باش ان عمليه الهضم تتم في واحد الشكل اللي مزيان، يعني ما كتعطيوش حق المضغ الاكل مثلا. فوالا، وعمليه الهضم راك عارفه كتبدا اونيفو دو لابوش، يعني كنبداو بداك اللعاب، اللعاب راه كيعاون في التفتيت وفي في الافراز ديال واحد الانزيمات اللي كتعاون في الهضم. يعني الا زربنا اوتوماتيكمون عمليه الهضم كتعطل وكتقال وكيوقعوا لنا بعض المشاكل، او بلع الاطعمه بلا ما نمضغوها مزيان، عاوتاني كتخلي من المسببات من المسببات عندنا بزاف الناس اللي مزيان اللي شرتي لهذه القضيه سميه، عندنا بزاف الناس اللي زيدونتي ما عندهمش سنان ولا عندهم مشاكل في الاسنان ديالهم، كيجي عندك كيقول لك عندي مشكل في الجهاز الهضمي. انت فاش كديري، يعني حنا غادي نهضروا على لونكيت، يعني فاش كتقلبيه ولا فاش كديري داك الكشف ديالك السريري، ما كتلقاي عنده حتى شي مشكل على مستوى الجهاز الهضمي، بالعكس عنده مشكل في الاسنان، في الفم والاسنان، يعني عنده ما كي سنان طايرين او لا سنان مسوسين او لا فيهم مشاكل، وبالتالي ما كيقدرش يمضغ. اذا هنا حنايا شنو كنديروا؟ اوتوماتيكمون كنوجهوه عند الاختصاصي ديال الاسنان، كنصيفطوه عند طبيب دونتيست اللي كيشوف له كيكشف له على الاسنان ديالو، كيقلبوا كيشوف واش عنده شي مشكل في الضراس، هذوك الضراس اللي ناقصين كيعوضهم له ولا كيدير له دوك لي بروتيز ولا لي بغيت، يعني ولا حلينا مشكل اسنان غادي نحلوا مشكل عسر. والله العظيم الا شحال من باسيون كيجي كيقول لك ما كنهضمش، فاش انت كاع واخا توصلي معاه لابعد مدى، ديري له المنظار، ديري له التحاليل، كلشي كيكون عنده مزيان، فاش كتسميتو تولي تركزي مع المشكل الفم كتلقاي عنده مشكل في الفم ولا حتى والاسنان، يعني داك السيد غير بحال كيصيفط ما كياكلش، ما كيمضغش مزيان. دونك هذه حتى هي بلع الاطعمه بدون مضغ، حتى هي من المسببات ديال عسر الهضم. بس ديال عسر الهضم كذلك سمي عندنا الماكولات اللي هي ثقيله، اللحم الغنمي كيكون شويه ميدم، يعني الماكولات الدهنيه، الماكولات اللي مقليه، كاين الناس اللي كيكثروا بزاف القليان في الزيت، كتلقيه 3-4 المرات في السيمانه كيقلي، حنا كنصحوا الناس ما يقليوش بزاف، يخليوا داك القلي مره في شحال، ماشي ديما، لان داك الزيت كتهي كتاثر لينا وكتبحال تقولي كتطيب لينا المعده والفم ديال المعده كيطيب. كذلك الماكولات اللي فيها المواد الحاره، الناس اللي كيديروا البزار بزاف، اللي كيديروا السودانيات، اللي كيديروا داك الفلافل الحاره، داك اللي كيكثروا منها بزاف، تقدر حتى هي ما توافقهمش. كذلك عندنا الماكولات اللي ثقيله، يعني كاين الناس اللي كتناول واحد الماكولات ثقيله فيها لي صوص، فيها لي كريم فريش، يعني كيزيدوا يتثقلوا وكيدسموا الماكله ديالهم، كتكون السعرات الحراريه طالعه اكثر، يعني في عوض ما غادي يهضم في واحد المده اللي هي وجيزه وغادي يعني يقدر ينوض ويتحرك عادي، كتلقيه كلا وحاس براسو ثقيل ما قادر ينوض لا والو. كذلك عندنا بعض المشروبات بحال الشاي، القهوه، كافيين، بعد الاكل، بعد الاكل حتى هما كيضروا لينا وكيدور لينا عسر الهضم. دوك مشروبات غازيه دابا ولينا كنلاحظوا بزاف باللي الناس كدير الوجبات ديالها كتكون مرافقه معها المشروبات الغازيه، ماشي دوز ماشي دوز ايوا، وكتكثر الغازات لا والانتفاخ على مستوى البطن، المهم كتوقع الحرب في داك البطن يعني ديجا هو كياخذ المقليات وكياخذ الماكولات اللي ثقيله وكيزيد يكمل بالمشروبات الغازيه، وبالتالي كيوقع لنا الضغط على مستوى المعده والكولون. كذلك عندنا التخليط ديال الماكولات، عندنا الناس بزاف فاش كيجيو كتسوليه كتلقاه كيخلط شي حوايج اللي ما خاصهمش يتخلطوا، يعني كيبقى يرون كلا هادي عاوتاني خلط معها هادي، يعني داك التخليط حتى هو ما مزيانش. كاين الناس اللي كيديروا لي تمبيراتور ديفيرونت، يعني كيخلط لك الماكله سخونه مع شي حاجه بارده، بحال هو كيكون شي حاجه سخونه كيجيو كيصيفط واحد الكاس ديال اللبن بارد ولا شي كاس ديال العصير بارد اذا او شي وجبه زوينه ومن بعد شي كلاص مر ديال لا كيبغي يبرد، كيبغي يبرد داك الكلاص حتى كيصدق متقلها على المسران وعلى المعده، لان كيوقع لنا لو شوك تيرميك. لو شوك تيرميك هو واحد لو شوك اللي كيوقع على مستوى المعده، حيت لا طومبيراتور ما كتعرفش شنو واقع، انت كتعطيها الماكله سخونه فتري كتعاوتاني تعطيها ولا الماء بارد ولا العصير بارد، اذا هنا كنخربقوا شويه داك لا طومبيراتور وكيوقع لنا هذا لو شوك تيرميك. كذلك كاين التدخين، حتى هو عامل من العوامل اللي كياثروا لنا على المعده وعلى المسران وداك الشيء، عندنا القلق، التوتر، عندنا بعض الادويه
اللي الناس كتناولها وما عارفاش بلي هي كتأدي لنا العسر الهضم بحال واحد المكملات غذائيه مثلا الحديد كيجيو عندنا الناس بزاف عندهم فقر الدم يعني وكياخذوا داك الحديد وكيأثر عليهم كيدير لهم عسر الهضم ما كيخليهمش يهضموا كيدير لهم الغازات انتفاخ في البطن الام وهي راه جايه من داك المكملات كاين بعض مسكنات الالم كاين بعض مضادات الحيويه يعني كاين واحد مجموعه الادويه يعني كتلقاي انها في الاعراض الجانبيه ديالها كدير لنا واحد شويه عسر الهضم الوغ عسر الهضم شنو كنقصدوا به دكتور باش يفهمونا المستمعين واش حموضة ولا غازات ولا قبض ولا شنو عسر الهضم؟ عسر الهضم هي المعدة ولا الكولون ما كيتحملش يعني الطاقة ديالو ما كتستوعبش واحد القدر ديال المأكولات لا في لاكاليتي ولا في لكونتيتي يعني ما كتبقاش كتستحمل مني اون فوا كياكل هذاك الشخص كيحس براسو ثقيل المعدة ديالو ثقيلة كيحس بالتقيؤ كيحس بالغثيان كيحس بالتقراع كيجي داك التقراع بزاف كيجي داك الارتجاع المرئي لان داك الماكله اللي كتكون ثقيله واخا كتدوز لينا المعده كتعاود ثاني تطلع لينا من المعده للبلعوم داك الفم ديال المعده بحال اللي كيكون شويه متاثر وبالتالي كيوقع لنا داك الارتجاع المرئي كذلك كتكون حموضه كتكون عندنا حرق راس في بعض الحالات كيجيونا الناس عندهم حرق راس هو راه عسر الهضم دوخه الدوخه وحرق الراس كاين اللي كتجي بالسخانه كاين اللي كتجي بالتبورشه لي فريسون يعني كاين هاد الاعراض هذه كتجي وهي راه عندها علاقه مع عسر الهضم كيجي كيقول لك المسران ديالو بغض النظر على المعده اما المعده بوحدها ولا المعده والمسران او المسران بوحدو بلا ما تكون المعده مضروره تيقول لك المسران ديالو منفوخ غادي يطرطق يعني فريمون فاش كتشوفيه تقدر بعدا المرأة تقدري تقولي واش حامله وهي راه المنصران ديالها منفوخ بزاف وما تقبلش ليها داك المأكولات اللي عطات واللي خلطات واللي كلات بواحد الطريقه سريعه ولا في واحد الوقت وجيز في وقت متاخر من الليل تقدر جايتها بالم معده كضرها كتقدر تجيها بالم يعني كتحس كيقول لك عندي بحال العقده فوالا كتلوى سي دي كرامب يعني كاين شي في بعض الحالات كتجي اون كريز يعني كيجيو عندنا في دوك الحالات اللي كيكونوا شويه مستعجلين كتجي بحال اون كريز وهي راه عندها علاقه بداك المأكولات اللي كلا واللي خلط فيها ويعني عادات خاطئة الأكل اللي أثرت عليه هنا عاوتاني عندنا سمية في بعض الحالات هذا عسر الهضم كيكون عنده علاقة ببعض الأمراض يعني المريض عنده شي أمراض اللي هو ما عارفهاش والأعراض كتكون قديمة ياك عسر الهضم كيكون هاد الغثيان وهاد الثقوليه وهاد الحموضه وهاد الشيء كله اللي هضرنا عليه كيجي بواحد الطريقه مستمره يعني كيجي فاش كتسوليه كتلقيه اشهر ولا اسابيع وهكا ماشي حيت كلا البارح شي حاجه ثقيله درات ولا كتلقي الاعراض عنده قديمه وهو كيتشكى وما مشاش يعني شخص ما مشاش عند الطبيب باش يدوز هنايا في هاد الحاله كتشكي يعني هنا كيخص يقول الانسان علاش ما مشيش ندوز تقدر يكون عندي شي مرض وانا ما عارفوش هنا كيكونوا عندنا في بعض الحالات أمراض اللي عندها علاقة بالمعدة بحال التعفن ديال ليليكوباكتير بيلوري واحد الجرثومة الحلزونية اللي كتكون عندنا في المعدة واللي حتى هي كتخلي المعدة ما كتتقبلش يعني كيصعب فيها الهضم الوغ شنو هاد العلامات والاعراض اللي تخلينا وتنبهنا بلانه راه ماشي غير ماشي غير ماكولات فوالا كتكون اعراض قديمه كيكون المريض واخا ما ياكلش ماكولات محمضه ولا حاره ولا ثقيله ولا كتثقل ولا دهنيه كيحس بالاعراض يعني كيجيو هاد الاعراض ديما فيه الدوخه ديما فيه حرق راس ما كيعرفش مناش هنا خاصو يتوجه عند الطبيب الاختصاصي اللي قريب ليه باش حنا عاوتاني كنديروا لونكيت ديالنا كنشوفوا يعني تقدر تكون جرثومه المعده باديه فيه هو ما عارفهاش كدير له هاد الاعراض هذه وهي راك عارفها بلي لصقت لينا في الجدار المعده راه ما كتمشيش كتبقى حتى كنشخصوها وكنعطيو نديرو عليها واحد التحاليل واحد راديوات باش كنعرفوها فعلا كاينه وكنعطيو عليها العلاج ديالها كذلك كاينه الالتهابات المزمنه على مستوى المعده كسوسوا عندها علاقه مع الجرثومه ولا اللي كتكون الجرثومه فيها نيجاتيف كاين عندنا بعض الحالات اللي غاستريت كرونيك يعني المعده طايبه ولا مجروحه ولا فيها يعني واحد الطياب هو اللي كيخلي ان الإنسان دائما كيتشكى من عسر الهضم هذه هي التشخيص ديالها بوحدو كاين في بعض الحالات القرحة على مستوى المعدة
قرحة حتى هي إلا كانت عندنا في المعدة، المعدة ما كتتقبلش ما كتبقى ما كت يعني المريض اللي كلها كيقدر يرجعها، كيكون داك الغثيان، كيكون داك الترجاع، كيكون داك شديد وتيره شديد فوالا كيكون يعني حتى بعض المرات يقدر يكون دم مثلا، يقدر يكون دم يعني هذه القرحة إلا ما تعالجاتش. هنا كنوجهوا نصيحة للناس اللي يعني شاف الأعراض زادت ولا مثلا خدا شي دواء وما نفعوش، هنا راه خاصو من الأحسن يمشي يدوز عند طبيب، لأن القرحة عندها مضاعفات اللي خطيرة على الجسم، إما كتقدر تعطيني ندام، إما تقدر لي يستر الثقب المعدة، إما يعني بزاف ديال الحوايج اللي كتكون في مشكل بزاف تكون في مضاعفات أخطر. فدائما تواخي الحيطة والحذر وانتباه، هذا هو غايتنا دائما، هو إحساس وتوعيتكم مسامعتي مسامعينا مدى مضاعفات بعض الأمراض اللي كانت تلقطوها بسيطة جدا. أرقامنا راه مفتوحة لنا إشارتكم 05 22 30 30 00، أو رقم تاني اللي هو 05 22 31 33 33. حاضر معنا دكتور نور عقال، اختارينا تخصص الجهاز الهضمي والمشاكل دياله بالمشاكل الكثيرة اللي هو عسر الهضم. دكتور، الإحساس بالامتلاء بعض مرات يقول لك شخص أنا ما كليتش ولكن ديما أنا شبعان، حاسة براسي أنا ماتي عامرة وما عنديش رغبة في الأكل، هذا الإحساس في حد ذاته كيدل على عسر، هذا من الأعراض ديال عسر الهضم، أنك يحس براسه ثقيل ألوغ كو هو ما واكلش، فاقد الشهية. فاقد الشهية هنا كتقولي أتونسيون واش ما تكونش عنده شي مرض اللي ما عندوش علاقة بالأغذية، حيت عندنا الشق الأول اللي عنده علاقة بالأغذية اللي ثقيلة والعادات الخاطئة، وعندنا الشق ديال الأمراض المزمنة اللي المريض هزها حامل داك المرض ولا حامل داك البكتيريا ديال المعدة وهو ما عارفش. يعني ملي كيكون داك الثقل يعني كيحس براسو المعدة ثقيلة فاقد للشهية وعود المعدة، ما تنسيش واحد القضية ملي كتخليها خاوية كتزيدي تمرضيها. يعني كتلاحظي أن الناس في رمضان حنا كنشوفوها في العيادات بزاف ولا في الكلينيك، يعني الناس اللي عندهم مشكلة المعدة في رمضان كيزيد كتزيد الحدة الأعراض، كيزيدوا مساكن يتشكاو لحقاش المعدة كتبقى يعني خاوية، يعني خاصة ما تبقى لا خاوية ولا عامرة. فوالا دوك هو عنده يعني بحال ان سيركل فيسيو، يعني هو عنده امتلاء ياك المعده ديالو ما كتهضملوش مزيان كيخليها خاويه حيت كيحس براسو عامر الوغ كو هو ما واكلش، هو راه عنده واحد المشكل فيها هو ما عارفهاش، كيبقى هكاك نهار يومين ثلاث ايام الي اونيبوغليسيمي السكر كيطيح ليه، راه حرق راس الشقيقه لا ميغرين ما عارفش واش منينش جاي، وكيخليها خاويه كيبقى هكاك خاوي وهي مازال كطيب من الداخل وكتحك الجدار ديالها كيتحك ولا سيدي تي كطلع، يعني وكنزيدوا نعقدوا الامور. الوغ كو مشى دوز عند الطبيب ومشى دار تشخيص كامل يعني من أ حتى لزيد، ديك ساعات الطبيب كيقدر يعرف ان فعلا المعده فيها واحد الجرثومه اللي خصنا نعالجوها، اولا فيها واحد الالتهاب اللي سواء ايغو سواء كرونيك مهم عنده العلاج ديالو، اولا عندنا هذا المشكل ديال القرحه ديال المعده اللي نقدروا نداركوا الموقف قبل ما نوصلوا حنا الاهميه تشخيص متى نزور طبيب، شو ما العلامات اللي تظهر، هذا هو محطتنا المواليه ان شاء الله في الاسئله ديالنا دكتور نورا. غادي نمشيو وجهتنا ستاندار معنا مكالمة مات فاطمة زهرة من القصر الكبير، ومعنا فاطمة من الدار البيضاء. فاطمة زهرة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بك، الله يبارك فيك. مرحبا، الله يكبر بك. تفضلي فاطمة. الحمد لله. لا لا الحمد لله. بغيت نسولك الدكتورة غير واش العلاج الكيماوي كيأثر على الجهاز العظمي؟ فعلا فعلا العلاج الكيماوي عنده اعراض جانبيه في المرتبه الاولى على الجهاز الهضمي، بزاف عاد على الجهاز الهضمي، يعني من الفم يعني كيكونوا عندنا لي زافت، كيكونوا عندنا لي ستوماتيت، لي جنجيفيت، كيكونوا عندنا التهاب على مستوى الحلق، على مستوى البلعوم، في بعض الحالات المريض كيجي التقيؤ. دونك يكونوا واحد الادويه اللي كنستعملوهم وكيعطوهم حتى الاطباء الاختصاصيين ديال هاد الامراض كندوزوهم في العرق مباشره مورا الحصة، وبعد كيتخادوا على شكل كينات باش كنحدوا من يعني كنقصوا من الحدة ديال المشكل، كيكون آلام حتى هو الغثيان، كيكونوا غازات، يعني في بعض الحالات كيكونوا إسهال، كيكون قبض على حسب الدواء اللي خدا المريض وعلى حسب لا دوز وعلى حسب الدواء، يعني النوع والكمية. سمحي لي دكتورة، عرفتي شحال دابا؟ راه شي 6 سنين دابا باش درت الكيماوي، ولكن دابا باقي ديك الاعراض ديال بعض المره القاي والحريق في المعده باقي كيجيني، واخا مشيت للطبيب وكنشرب الدواء ديك الساعات عاوتاني غير كتفوت واحد المده عاوتاني كيولي لي نفس الشكل. هذه دابا 6 سنين باش حبستي الدواء الكيماوي؟ اه 6
سنين دابا كيبقاو مخلفات الجدار المعده كيقدر يطيب كتكون داك لا غاستريت كرونيك يعني هنا كنوليو في اللعاب في المزمن ما كنبقاوش في الحاد هنا كتولي في داك يعني الاعراض اللي عندها علاقه بالامراض المزمنه لا غاستريت كرونيك الالتهاب على مستوى المعده الجدار المعدي كيكون شويه طاب ولا التهاب ودوك حنا كنحاولوا نقلبوا على العوامل الاخرى بحال مثلا الجرثومه ما نعالجوها الطياب كنعطيو عليه الدواء زائد نمط العيش باش ما نزيدوش نفاقموا الوضع مشيت دكتورة عند الطبيب ما عندي لا قرح لا جرثومه لا حتى شي حاجه درتي المنظار درت المنظار اللي ما عندك فيها حتى شي حاجه ملي كيعطيني الدواء ما كيتبقى لي لا قي لا حرق الحمد لله معدل حتى شي حاجه ولكن غير بعد واحد المده عاوتاني واحد شهر ولا شهرين من بعد ديك الدواء عاوتاني كيولي الشغل كيف باكيت فهمتك ولكن انت واش كتحافظي على ريجيم يعني كتبقاي غاده بنمط العيش مزيان حيت راه الدواء ما غتبقايش به مدى الحياه يعني الدواء ديال المعده حتى هو عنده اعراض جانبيه دونك حنا ما كنخليوش مده يعني كنخليوه واحد المده ولكن ما غنفوتوش فيه واحد المده طويله باش داك الساعات كنحيدوه ونديرو نمط العيش نقادو يعني الاغذيه اللي متوازنه الماكله بالوقت الماكله ما نتعطلوش ما نخلطوش ما ناكلوش بالليل يعني النصائح باش نخليو الدواء عاوتاني نقطعوه ونخليوه على دوموند يعني منين شي مره نحتاجوه نديروه حيت ما غاديش تكون المعده الجدار ديال المعده ديالك بحال المعده ديال واحد اللي ما فوالا انت فهمتيني شكرا دكتوره الله يجزيكم بخير شكرا لك زهراء حبيبتي الله يزيد فرحتك غادي نمشيو من القصه الكبير غادي نرجعوا للدار البيضاء معنا السيده فاطمه مرحبا بك فاطمه السلام اختي سميه وعليكم السلام اختي لاباس الله يبارك فيك مرحبا دكتوره بخير الحمد لله لاله اختي دكتوره بغيت نسول كان عندي فقر الدم وكنشرب واحد الفانيل ديال فقر الدم ودائما كلشي كتنفخ عليا بزاف كيعطيني على من الظهر بزاف وقلت واش واقيلا من داك الفانيل وعندي ماكله كناكلها ما كانش بحال دابا كنبقاش معانا واحد المود ما كيجينيش الجوع مشيت عند الطبيب العام عمرني مشيت عند اختصاص في الجهاز هضمي ولكن ديما كتقول لي عندك المعده كسوله ما كتهضرش لك يعني ما عرفتش شنو هو السبب احنا المكملات الغذائيه ديال الحديد صراحه ما كنبغيوش نعطيوها غير هكذا حتى نعرفوا هذا السبب ديال فقر الدم هذا فقر الدم مناش جاي يعني يفو فير اون انكيت خصنا تشخيص نعرفوه مناش جاي واش كاين شي مشكل على مستوى الجهاز الهضمي احنا العيالات كيكون عندنا اما مشكل على مستوى الجهاز الهضمي ولا الوالده هادو هما اللي كيعطيو لينا فقر الدم اما كيكون فيها مثلا دوك لي فيبروم ولا لي كيست ولا شي حاجه في الوالده اللي كتخلي ان المراه ديما عندها فقر الدم هنا كان يعني كيخص يعني كنطرقوا جوج بيبان الباب ديال اختصاصي ديال الولاده والجهاز التناسلي والرحم عند النساء وعندنا الباب الثاني هو اختصاصي الجهاز الهضمي حيت هادو هما عند الرجال فقط كيكون الجهاز الهضمي عندنا حنا العيالات الوالده الرحم المبيضين وكذلك الجهاز الهضمي يعني الجهاز الهضمي توا كنشوفوا واش ما كايناش شي حاجه عندك الداخل اللي كتعطي لنا هاد فقر الدم من بينها الجرثومه ما بينها حساسيه الجلوتين يعني القرحه شي حاجه كاينه في الجسم ديال الانسان اللي عاطيه يعني خصنا نعرفوا مناش هاد فقر الدم عاد نقدروا نعطيو المكملات الغذائيه ديال الحديد كانت عطاتني داك لي بارك نشربته من نيت ديال فقر الدم ملي رجعت عندها وليت دات التحاليل كنا نحيت نتبع مع الطبيب العام ملي رجعت عندها ودات التحاليل داكشي اللي كاين يمكنش ما يرجعلكش يعني فوالا باقي عندك ناقص اذا ملي كيكون باقي ناقص فوالا ملي كيكون فقر الدم باقي ناقص هنا خصنا نشخصوا نعرفوا علاش عندك هذا فقر الدم ناقص خاصه انت كتقولي لي عندك اعراض نعم فاطمه باش نصحين اختي الله حافظك خاصك تدوزي خاصك تعرفي مناش عندك هاد فقر الدم عاد حيت واخا خديتي الحديد يعني واخا خديتي داك المكملات الغذائيه ديال الحديد ما طلعتش يعني السبب باقي كاين يعني مازال عندك شي مشكل في الجسم ديالك هو اللي عطاك فقر الدم الا غتبقاي تاخدي غير دواء الحديد غير هكا كنتي ما عارفاش شنو السبب ديال فقر الدم راه ما يمكن شي خاصنا نعرفوا مناش جايك هاد فقر الدم باش نعالجوا السبب الرئيسي صافي دكتوره واش ممكن يمكنكش تعطيني النمره ديال التليفون ديالك الا جات على خاطر واخا لاله فاطمه غادي نرجعك ستوندا حبيبتي حنا غادي ناخذ الرقم ديالك ومن بعد غادي نتواصلوا معاك بكل فرح ارقامنا 05 22 30 30 00 او رقم ثاني اللي هو 05 22 31 33 33 خطوطنا اللي غتقربكم اكيد من دكتور نورة عقال دكتور اختصاصيه في طب الجهاز الهضمي اليوم تنتكلموا على عسر الهضم الموضوع اللي هو شائع كثير عند بزاف ديال الناس كيقدر
يكون واحد جوج ثلاثة ويقدر يكون بزاف ديال العلامات اللي احنا تكلمنا عليها بما فيها البسيط بما فيها كذلك شوية اللي هو بين قوسين خصنا نتعمقوا فيه. طيب هنا فين كتجي الأهمية ديال تشخيص دكتور زيارة الطبيب المختص اللي زيارته واجبة على الأقل غادي ينورنا وغيورينا احنا اش من بلاصة. فبالتالي واش كتكتفيوا فقط غير بطرح الأسئلة يعني فحص سريري ولا نقدروا نمشيو أبعد من هادشي كامل فحص الجسم قدروا تطلبوا أشعات قدروا تطلبوا فحوصات شنو كيبقى منين الأعراض كتكثر السمية والمريض كيتوجه عند الطبيب ياك باش يدوز الوغ فاش كيجي عندك داك المريض أول ما كتبداي معاه كتشوفي معاه بحال كنديرو اون انكيت يعني لانتيغوغاتوار كنسولوه واش ما كاينش أمراض وراثية عندهم في العائلة حيت ملي كيكونوا أمراض وراثية كاين واحد البورسونتاج واحد النسبة مئوية أن داك المريض يكون عنده نفس المرض كو نعطيك غير ميتر كيجي واحد دارو جنبو دليبان ما كيهضمش مزيان فاش كدير له الفحص بالصدى كتلقي المراره فيها الحجر فاش كتكوني انت سولتيه ولا مثلا دايره لونكيت ديالك تيقول لك الوالده ديالها ولا الوالده ديالو حيدوا المراره يعني كاين دي فاكتور فاميليو اللي كيقدروا يوجهوا الطبيب وكي بحال كيعاونوك فوالا كيعاونوك انت في لونكيت ديالك دونك كتسولي بعدا على الامراض الوراثيه اللي عندهم في العائله ديالهم كاين عائلات عندهم المعده كلهم عندهم المعده مريضه عندهم المصران كلهم مريض فهمتيني يعني كاين شي حوايج اللي كيكونوا هكا وراثيين كاين في بعض الحالات كنسولو حتى على لونكيت ديال الجورنال اليمونتير بحال اللي كتسوليه على شنو فطر شنو تغدى شنو تعشى بالديتاي يعني كيف تيجيك خاصه الا كانت الاعراض يلاه باديه يومين ثلاث ايام تيقول لك هذا كليت في الزنقه وانا واكل في الدار شي حاجه خلطت رونت يعني كتسوليه كيفاش فطر كيفاش تغدى شنو تعشى الساعه فوقاش كلا شنو خلط شنو دار شنو يعني هذه غير في الاسئله في خلال لونكيت ديال طرح الاسئله كذلك كنسولو في بعض الحالات الا كانت الاعراض قديمه ضروري كنسولو على الوزن يعني وكنشوفو حتى في الميزان واش هذا الشخص كينقص الكيلويات حيت عندنا في بعض الحالات الناس اللي كينقصوا بزاف الكيلويات في واحد المده اللي هي وجيزه خصنا نردو بالنا معاهم لا تكون شي امراض اخرى وحنا ما عارفينهاش باش ما نبقاوش نربطو ديما الامور غير مع الماكله يعني خصنا هنا واخا هو يعني عنده عامل ولا مؤشر ديال نقص الوزن مهم نقص الوزن مهم خاصه لكن ماشي كيقول لك كينقص كيلو ولا جوج كيجي يعني فريمون جلده على العظم كيقول لك نقص بزاف هنا يفو فيغ اتونسيون هذا الشخص هذا خاصو يتبي لونطا مزيان خصني نقلبو خصني نفليه خصني ندير له المنظار ندير له تنوصل ان كلشي عنده مزيان كاين الناس اللي كيتشكاو في بعض الحالات من داك الدخه حرق راس العيا صفاره كتقول لك بحال صفاره الكوكوط كدور لها في ودنيها وهي عندها علاقه مع فقر الدم يعني هذاك لو سيندروم انيميك فاش كديري له التحاليل كتلقاي عنده فقر الدم يقدروا يعطيو هاد الاعراض حتى هي يقدر يكون عندها الاعراض لا ما عندوش علاقه بالضغط ولكن عنده علاقه بالجهاز الهضمي كتلقى مثلا عنده الجرثومه هي اللي دايره له فقر الدم تقدري تلقاي عنده الحساسيه ديال الجلوتين هي اللي دايره له فقر الدم ولكن انت منا شكيتي انت كاع فقر الدم غير بداك لو سيندروم انيميك يعني حرق راس الدوخه ديما كتحس كتقول لك ودنيها كيصفروا انت كتشوف الدبانه دايزه هادشي راه ما عندوش علاقه ديما بضغط الدم سي تان سيندروم انيميك يعني كيوجهك انك طلبي التحاليل ديال فقر الدم وديال الخزان ديالها الا لقيتي فعلا فقر الدم خرج لك في التحاليل هنا خصنا نقلبوا كما قلنا السيده قبيله في المكالمه خصنا نقلبوا على السبب ديالو واللي يقدر يكون عنده علاقه مع الجهاز الهضمي فهمتيني كاين كذلك السميه في بعض الحالات دونك كنديروا داك التقليبه كنسولوا كنديروا الفحص بالصاده يعني التلفازه اللي كتوجهنا داك الفحص بالصدى بحال دابا كيجي عندك الانسان عنده عسر الهضم تسوق الغثيان فاش كديري له الاشعه كتلقاي عنده المراره فيها الحجر يعني الحجر الحصى على مستوى المراره حتى هو كيقدر يعطي لنا هذا عسر الهضم لان المراره قلناها في لوتر فوا سي سي سي, سي واحد سي با نورغان سي واحد لو ريزيرفوار يعني بحال الشكوى كتكون فيها المراره اللي كيتسكريطا من الكبده وكيتخشى فيها وكيعاون على الهضم اذا هاد المراره الا كان فيها الحجر ولا كان فيها شي مشكل ولا كانت معفنه ما غاتاديش الوظيفه ديالها دونك انا الا لقيتها في ليكوغرافي فيها الحجر فوالا راه عندي ليك سبيكاسيون يعني الماكله اللي عطينا المعده ما غاديش تهضم مزيان ما غاتقبلها فوالا يعني عندنا هذا الحجر في المراره عندنا كذلك بعض الحالات امراض البنكرياس حتى هي كتدخل في هذا الشيء هذا دونك حنا تنديروا الفحص بالصدى كنطلبوا التحاليل كنشوفوا فقر الدم كنشوفوا الالتهاب
التهاب، كنشوفوا تحاليل الجرثومه واش كاين ولا ما كايناش. في بعض الحالات الناس اللي كيكونوا عندهم مشكل في المصران ديالهم تقدري تطلبي ليهم تحاليل البراز، كتقلبي على لي باغازيت يعني داك الميكروبات اللي كيلصقولينا. على البراز اللون البراز هل كيدل شكل ولا الوان معينه على مشاكل عصر الهضم؟ يقول لك البراز ديالو اسود بعد مره. اذا كان اسود حنا بالنسبه لينا هنا كنوصلوا لذاك الحاله ديال الدم، يعني بحال اللي تقولي كينزف بالدم، يعني كيهبط بالدم، يعني الدم مهضوم. هنا كنوليو في علامات الخطر، كتشكي في شي قرحه على مستوى المعده، كتشكي في شي مشكل عاوز شي حبوبه ولا شي حاجه اللي خصها اوتوماتيكمون تشخص رابيدمون، يعني ما خصناش نتعطل. في الحالات اللي ما كتشخص اذا كان الخروج اسود فريمون سي داك دم مهضوم، يعني هنا كنخافوا بحال القيئ ديال الدم. بحال التقيؤ ديال الدم هذاك خصنا اوتوماتيكمون نقلبوه رابيدمون، ما نخليوهش، يعني خصنا الاسراع في التشخيص. طيب دكتور، حنا غادي نمشيو وجهتنا ستوندار مع سي حميد، غادي يقرب لنا كذلك من المشكل ديالو في عصر الهضم. سي حميد السلام عليكم. السلام ورحمه الله. مرحبا بك سيدي، تفضل. اختي بغيت نسولك الله يحفظك. تفضل غتسول دكتور. مرحبا. نور عقل، تفضل دكتور. الله يحفظك. انا عندي انتفاخ دابا فهمتي، وعندي حتى البواسر تاع الماي ودابا كيدوزو ليا بالدم. وكنت مشيت عند الطبيب عطاني شي دواء. وكان داك الدواء ما دار معايا والو، كان كيدير معايا ولكن دابا ما دار معايا والو. هذا المشكل ديال المصران حتى هو ملي كيكون منفوخ عنده علاقه، يعني سواء كيكون المريض كياكل كيخلط وداك الشيء، ولا كيكونوا امراض عندنا على مستوى الكولون. يعني هنا خاصو يشخص، خاصو يمشي عند الطبيب باش يقلبوا باش نعرفوا غير واش المصران ثقيل ما كيهضمش مزيان، يعني ما كيكونوش يعني شي علامات ولا شي حاجه، كيكون داك الشيء بسيط. فاش كديري الفحص بالصدى كيبانوا لك غير الغازات وداك الشيء، ولكن حنا في بعض الحالات كنضطروا اننا نكملوا بالتشخيص بالمنظار. الا شكينا كان الدم بزاف، كان القبض اللي كيؤدي البواسير، يعني كيكون كيشرشر كيوليو في المضاعفات. هنا من الاحسن كنصح السي حميد انه يدوز عند الطبيب الاختصاصي اللي قريب ليه باش كنشخصوا المرض، باش نعرفوا غير واش عنده علاقه بالماكله، ولا ولينا في واحد البعد اخر ديالنا ان المصران طايب ولا فيه مشكل، عاطيه القبض عاطيه البواسير وكيشرشر بالدم، هنا كنوليو في التشخيص. طيب ارقامنا راه الاشاره مسمعتي مسمعينا 05 22 30 30 00، او الرقم الثاني اللي هو 05 22 31 33 33. مدعوين انكم تقاسموا معنا، تشاركوا معنا حديثنا في موضوع حلقتنا اليوم عسر الهضم، رفقه الدكتور نور عقال، دكتور اختصاصيه في امراض الجهاز الهضمي. انا عارفه كثير منتشر هذا الموضوع ديال عسر الهضم، بزاف الناس كتصبر عليه، كاين اللي كتأنى في الخطوه ديال التشخيص وكتمشي سنوات طويله وهي في هذه المعاناه، كاين كذلك بعض الامور اللي كنديروها واللي كتعطي مضاعفات من بعد، حنا غادي نرجعوا لها. ولكن امتى ننتبهوا؟ امتى قلنا نبادروا بالتشخيص؟ لما كيكونوا علامات انذاريه. البراز اسود، البراز اسود، فقيء دم، قيء دم، فقر دم، فقدان الوزن، نقصان الوزن، اعراض كثيره يعني ومده طويله، يعني مده طويله. هنا خصنا هنا كيكونوا عندنا هذا كنعيطولهم حنا لي سيني دالارم، يعني هنا خصنا غابيدمون نديرو تحاليل ونديرو التشخيص بالمنظار. هنا كيكون المريض كينقص وزن، كيكون عنده فقر دم، يعني كيكونوا شي حوايج اللي كيوجهونا، يعني حنا مضطرين فهمتي اننا نقلبوا له المعده ديالو من الداخل. كنديروا المنظار، كنديروه بالبنج، كندخلوا القلب المعده، كنشوفوها كامله، كنقلبوا الجدار ديالها، كندخلوا الراس ديال المصران الرقيق لو بيربير دو دينوم باش كنشوفوه كي داير من الداخل، وكيمكننا اننا نهزوا منها عينات اللي كتوجهنا واش طياب بسيط واش طياب كثير، واش فوالا شنو المستوى عندنا، واش الجرثومه كاينه ولا ما كايناش، الكميه واش كاينه اون كخوا ولا كاينين تخوا كخوا، يعني الجرثومه كاينه بشكل كثير. هنا خصنا باش نعالجوا باش نتركوا الموقف، واش كاينه القرحه ولا ما كايناش. يعني كاين اللي عنده واحد القلق، كاين اتجاهين في حديثنا، اتجاه اللي هو بسبب رحنا واضح خلط الاطعمه، عدم مضغ الاطعمه، بلع الاطعمه اثناء الكلام والهواء تيدخل، غازات ومشاكل كثيره. وكاين الشق اللي عنده علاقه بالامراض العضويه، يعني لي مالادي اورغانيك اللي خصنا نشخصوهم. فوالا هذا هو الدور ديال طبيب، انه كيفرق ما بين واش الاعراض، حيت حتى حنا دي فوا الا صعبت علينا القضيه
هذا هو الهدف من لو كونترول. حنا في بعض الحالات الناس كيجيو كيدوزو ما كيرجعوش, يعني انت ما كتعرفيش لا سويت, اما ولا مزيان وما رجعش ولا عنده شي ظروف ما قدرش يرجع. دونك هذا هو لو كونترول, علاش كنديروه على اسبوع تتبع مزيان تتبع, يعني خاص المريض يكمل مع الطبيب, يعني خاصنا نكمل ما نمشي صافي الطبيب قال لي هاك الدواء لا وليتي مزيان صافي, لا انا واخا تولي مزيان اجي سيدي عندي يقول لي وليت مزيان, ولا جا عندي يقول لي ما وليتيش مزيان. يعني انا عندي بحال لا سويت, يعني خاصني التتبع نعرف لا سويت ديال داك ليفولوسيون كيفاش ولا المريض. حيت الا ما ولاش مزيان في لو كونترول واخا الدواء واخا قديت لو ريجيم الاعراض زادت, زادت شي حاجه, زادت شي سخانه, زادت شي حاجه, هنا كنبدا نقلب, يعني خاصني نكمل بس التحاليل حيت انا ما غنقدرش نعرف غير هكذاك. انت ما خصني نقلب ندير منظار, ندير بعض الحالات كنديروا كاريمون دي سكانير سوميه دي فوا كت المريض عنده عسر الهضم كديري ان سكانير كتكتشفي شي حوايج اللي شويه صعابين, الوغ كو نقدر انا ما نطلبش داك لا راديو حيت ما رجعش هو المريض. دونك خصني نتبع معايا يرجع عندي باش يقول لي كيفاش ولا واش ولا مزيان ولا لا, باش كنت انا كنتوجه. والمنظار كيمكنني انني نتفاقم الوضع, يعني بحال دابا القرحه مثلا شكيت فيها طلبت المنظار درتو لقيتها غنعطيني علاج. دونك ما غيخصش هو المضاعفات انه يتقيد الدم, ان الله يستر داك القرحه تحول, ان يوقع فيها شي مشكل, يعني بحال اللي كدار الموقف في الاول. في الاول وهذا راجع اكيد مصلحه المريض فيه. بالاساس بالاساس ما يقول لك هولني الطبيب ولا زاد عليا ولا كثر عليا بزاف, انا غادي نراجع لمصلحتك. الا شك وطلب منك شي امور ضروري في المصلحه ديالك. وجدنا ستوندار دكتور, غادي نمشيو لدمنات هذه المره. سي عبد الله السلام عليكم. السلام على الاستاذ, كي داير؟ اهلا وسهلا سي عبد الله, مرحبا بك سيدي. بخير هانيه, الله يحييك. تحياتي ليك وتحيات للدكتور اللي معاك. مرحبا سيدي. تقني سي عبد الله. تفضل سي عبد الله, شنو السؤال ديالك؟ مرحبا. صورة اختي سميه الدكتوره عندي المرض المعده ودوزت عليه شي عده مرات, شي جوج مرات الاختصاصي دار لي من بر المعده الاول والاخر. ما زال ما جاب الله شيء, تيخرج لي الدواء تنتبع الدواء وغالي دار شي ما منه شيء. وشنو قال لك؟ واش كاينه جرثومه؟ ما كايناش. كاين الطياب؟ شنو قال لك في النتيجه ديال الراديو اللي دار لك الاول؟ قال لي راه عندك جراحات المعده. قلت لي اسباب التجرحات؟ قال لك كتعصب. وخرج لي الدواء, بعت الدواء معاه ورجعت عنده بدل لي الدواء وفقا داك الشيء هكاك. ملي مشيت ثاني عنده قال لي خصك تخلص ثاني من جديد, وليت بدلت الطبيب مشيت عند الاخر. الاخر ثاني دوز لي دار لي من الورد, قال لك راه ودي عندك الفتق في المعده. خلص ثاني الدواء داك الشيء كان خرج لي الدواء ورجعت عنده قال لي راه بريت وفقا داك الشيء هكاك. دابا بغيت النصيحه من عند الدكتور الا كان ممكن الله يرحم والديك. نقول لك واحد المعلومه, الا خرجت دابا بدلت الجو بحال الا مشيت للرباط ولا بني ملال ولا اكادير كتجيني شهيه بحال ما كيجينيش هذاك المرض, كناكل مزيان وحتى بشي حاجه. داكوغ. الا رجعت دابا لدمنات كاين عليا داك الشيء هكا. واش عندك شي ضغوطات؟ عندك شي ضغوطات تما في دمنات؟ واش كتحس براسك مزير مع الخدمه ولا؟ لا دابا حاليا ما خدامش, كنت خدام في الغنده, خدامين هذاك الغنده بحال تاكسي الصغار. دابا ما غير قاعد عندي راح نصدر صافي قاعد. واخا سيدي دابا بعدا منين درتي المنظار وقال لك الطبيب ما كاين والو, بعدا ديجا الحاله راه الحمد لله يعني النتيجه مطمئنه. يعني حنا ملي كنخافوا الا كانت شي حاجه ياك كتدلي الشهيه ديال الماكله. دابا في الصباح ما كنخبرش كاع حتى العشره والفوق كل شي حاجه. فهمتك. الا كاع لي شي حاجه صافي ماشي ونحيد الحريق بعد مرة. أنا نفسر لك علاش. لأن عندك الفتق المعدي, قال لك الطبيب عندك الفتق المعدي هي اللي غني إيطال, كتكون عند الناس يعني داك لابارتي سوبيريور ديال المعدة, داك الجزء العلوي ديال المعدة كيكون طالع شوية ياك, كيكون طالع شوية وبالتالي ما غاديش تهضم بحالك بحال الناس العاديين. يعني كتكون عندك واحد شوية ديال الثقولية, واحد شوية عسر الهضم عادي. دونك حنا شنو كنصحوا الناس في هذه الحالة؟ خاصك تاكل كمية قليلة مفرقه على 3-4 المرات في النهار. ما يمكنش لك تاكل وجبه وحده مزيان حيت يعني كتثقل على المعده ديالك الا عطيتيها اكثر من القياس, والا ثقلتيها بزاف داك الفتق المعدي بحال اللي كتزيد تهيجو. فهمتي؟ دونك خاصك تاكل واحد الكميات اللي هي قليله ومتفرقه وتفادى الحوامض, حاجه اللي حامضه ما تاكلهاش. داكشي باش كتحس براسك متخوم. الا كان ممكن الله يرحم والدينا المرض ديالك الا كان
واخا سي عبد الله، واخا ان شاء الله سيدي ما كاين حتى مشكل. الله يزيد فرحتك. غادي نوجوك ستوندار مخرجنا غادي يتكلف، وحنا غادي نكملوا حديثنا معك دكتور. طيب تكلمنا على التشخيص والاهميه ديالو ياك، وبالتالي ملي كتشخصوا كنبشروا بمهمه العلاج. العلاج على حسب النوع، على حسب شنو لقيتو في التشخيص. الا لقينا مثلا جرثومة ياك، غادي نعطيو عليها العلاج. عندنا جوج علاجات راه معروفين ديال المغرب وديال فرنسا، كنعطيو على حسب لا ديسپونيبيليتي ولا حسب المهم كنشوفوا داك الساعات كنعطيو الدواء وكنعاود نراقبوا. ها حنا تنرجعوا لضروري التتبع المراقبه باش كنشوفوا فعلا واش داك الجرثومة مشات ولا لا. مثلا لقيت القرحه عندي الدواء ديالها بوحدو، لقيت لا غاستريت ولا الالتهاب المزمن على مستوى المعده حتى هو الدواء ديالو بوحدو، يعني بحال دي تيغوار. يعني انا على حسب شنو لقيت في التشخيص ديالي غنعطي العلاج ياك. لقيت المراره فيها الحجر كنصيفطو كنوجهو خصو يفتح، خصو يحيد هذيك المراره باش ما ديرلوش تعفن، باش ما ديرلوش لا كوليسيست، يعني داك الغشه ديالها كطيب وكتقدر تنفجر ولا تتقب ولا دير لنا مشكل على مستوى الباطن. لقيت مثلا لقيت المصران فيه مشكل كنعالجو، يعني شنو ما لقيت كنمشي على حساب داك المشكل اللي لقيت كنعالجو. ما لقيتش يعني شي مرض هكا مزمن باين، داك الساعات كنشوفو كانت الاعراض بسيطه يلاه باديه، المريض كيقول لك خلط في الماكله، يعني كنعطيوه واحد العلاج، كنعطيوه واحد وصفه علاج اللي كتكون متكونه من بعض الادويه، كنعطيوه الدواء ضد الغثيان، كنعطيو مسهلات ديال الهضم، كنعطيو واحد السيرويات ولا واحد الكينات اللي كيعاونوا شويه على الهضم، كنعطيو ان بونسمون على حسب المعده، واحد لي جيلول كيتشربوا قبل الفطور واحد نص ساعه اللي يعني بحال تقولي كيخفوا شويش من داك الحده ديال الثقوليه على مستوى المعده، كنعاونوا بهم على حسب دي فوا سامبل دوز دي فوا دوبل دوز على حسب الاعراض. كنعطيو مضادات ديال الغازات، حيت يعني في واحد 90% ديال الحالات كيجي الغازات مرافقه لهاد المشاكل هذاك اوتوماتيكمون خصك تعطيه هذا. الا جا المريض عنده مثلا داك الغازات مسببه له قبض، هني كنعاونوا بليلاكساتيف، كنعطيو واحد الادويه سيرويات ولا خنيشات اللي كيسرحوا شويه المصران وكينقصوا من حده الثقوليه على مستوى المصران. هادو كنعاونوا بهم، يعني هاد الوصفه العلاج خاص المريض يتبعها ويبقى غادي بها حتى تسالى ياك. وكنرافقوا وصفه العلاج بواحد النصائح ديال التغذية، يعني ما نقليوش في الزيت، ما ناكلوش بسرعة، ما ناكلوش متأخر، يعني دائما العشاء يكون شوية مبكر مع ديك 8 الليل ولا ماكسيموم 8 خلية ونص، خلط الماكلة في دفعة واحدة ما نخلطوش، يعني ما نديرش العصائر. فهمتي إلا بغيت شي فاكهة ناكلها هكذاك، وما ناكلش الفواكه بالليل، حيت بزاف الناس كيجيو عندنا كيقول لك ما كيتعشاش، كتقولوش ما كتعشاش كاريمون ولا كتاكل شي حاجة خفيفة، كيقول لك كندير سلاد دو فخوي. هذيك سلاد دو فخوي بالليل لغد ليه كوني على يقين سمية، غيجيك بواحد المصران من فوق قد هكا، يعني كيخلط يعني فيها لحد لا سالاد دو فخوي شنو فيها فيها الفواكه ثلاثة ولا أربعة شكل على الأقل، زيد عليها العصير الليمون. إذا هاد الشيء فاش كيدخليه المصران أوتوماتيكمون كيخمر، وحيت فيه الفخوكتوز عندنا واحد السكر طبيعي اللي كيكون في الديسير هو الفخوكتوز. إلا كليناه بالليل كينفخنا، كليناه في العشية ولا في الصباح ما كاينش مشكل، يعني عندنا وقت فين نحرقوا فين نهضموا فوالا. ألوغ هاد الناس هادو كنعطيوهم هاد النصائح هادي، مثلا نطيبو نقصو شويش العطريه، ما نديرش الحار بزاف، ما نديرش الدهون، ما نطيبش بالزيت الروميه، ما نطيبش بالزبده، نقص يعني واحد الماكولات بحال دابا لي صوص مثلا، كاين اللي مبلي بلي صوص كياكل كيحط مثلا شنو ما دار كيدير معاه لاصوص، حاولوا نقصوا داك لي صوص الكيتشوب الموطارد المايونيز كاع داك لي صوص. يعني مضطر ياكل على برا دائما كتلقى نفس الغداء ديالو هو هذا ساندويتش ولي صوص ومشروب غازي كل نهار كل نهار. هذا هو دوك داك الاعراض كتبقى كتفاقد. كذلك نقص المشروبات الغازيه، يعني على قلنا التدخين حتى هو والكحول ايضا، هادو تما كيأثروا علينا بزاف على الجهاز الهضمي. يعني حاولوا هادو اما يقطع، اذا ما قدرش يقطع كنصحوه على الاقل يبدا بالنقص، يعني كنبقاو ديما متفائلين كتقول له الا ما قدرتيش تقطع ده نسولكو على الاقل نقص بدما ان شاء الله تقطع ديفينيتيف. مضاعفات بعض الادويه، المضاعفات ديال الادويه كاينه، غير حنا ما كنقدروش يعني خاصك اون كونسيرتاسيون مع لو ميدسان تريتو. مثلا اذا كان شي طبيب عاطيه داك الدواء ما تقدريش انت وضروري خصو ياخذو، كتخافي ما نقدرش انا نحيدو له ولا حتى كنشوف مع الطبيب ديالو، اما كنتصل به ولا كان
تكون يعني واحد استشارة معاه واش نقدروا نقصوا، خاصة الناس اللي عندهم لي مالادي ارتيكولير، يعني داك الناس اللي شوية مسنين كيكون عندهم المرض على مستوى المفاصل والعظام، يعني كيكونوا شوية ناقصين، كيكون ناقص عندهم فيتامين دي كيخصهم مسكنات ديال الالم، يعني صعيبة باش تجي تحبسيه له، غادي عاوتاني يبقى كيتقصح في العظيمات ديالو. طيب غادي نشيروا كذلك القضية ديال المسهلات ولا مثلا بعض الأدوية المساعدة في الهضم اللي كيدمنوا عليها الناس بزاف، تيقول لك انا عارف راسي تجيني الحرقات كناخذ هاد الدواء او هاد المشروب فلاني كيهضمني وكيعاونني في الهضم، الى اي حد نعتمدوا على هاد المساله هادي الادويه؟ انا كنصح الناس ما يبقاوش ديما كياخذوها غير هكاك اون كونتينيتي بلا استشاره ديال الطبيب، لان كي دي دواء غادي تا هو عنده مضاعفات ولا اعراض جانبيه، دونك يقدر ياخذ هاد المسهلات مره ولكن الا يعني تفاقمت الاعراض وشاف راسو واخا كياخذ هذاك الدواء ما كايناش نتيجه، يعني ما كتخطاش من دار يعني موجوده دائما عنده، بحال الناس اللي عندهم مثلا قبض وكيبقى ياخذ لي لاكساتيف داك المسهلات ديال السهله، هو راه عنده حوايج اخرين عنده في المسران ديالو ما عارفهمش. يعني انا كنقول الا خديتي الدواء ما نفعكش الاحسن تكون استشاره ديال الطبيب اللي غيدير لك واحد يعني تشخيص، وغادي يقلب يشوف شنو يسول ويقلب ويعطي التحاليل ويدير بعض يعني راديوات وداكشي باش انه كيس اوريونطا حتى لما لقينا والو عاد نعطيو الادويه زائد نصائح التغذيه. طيب على ديك النصائح التغذيه ما فيها باس تشري لنا شويه مثلا انواع الاطعمه اللي كتخفف من عسر الهضم اللي كتعاون الهضم او اللي كترطب لنا المعده وجدر المعده ما كيبقاش ملتهب مثلا، شو كتنصحي للمرضى ديالك؟ كنصحوا الناس ياخذوا يعني نظام غذائي متوازن يكون غني بالخضر والفواكه، نكثروا البروتينات ولا اللحوم البيضاء يعني الاسماك والدواجن اكثر من اللحوم الحمراء، وما نديروش شي طريقه ديال الطهي اللي تكون غير صحيه، دونك بحال دابا الا بغى الاسماك ولا الدواجن يديرهم مبخرين يعني يدير يطيب في الفرن طيبين ناشفين في الرغيف فوالا طيبين ناشفين، من الاحسن مرافق يكونوا مرافقين معاهم واحد شويه الخضر. ما نكثروش من المعجنات بزاف، روز لي بات داكشي، لان حتى هو كيقصح ليا شويه المسران وكيعطيني داك الغازات وكيعطيني عسر الهضم والثقليه على مستوى الكولون. كذلك كنشربوا الماء بزاف، يعني كنصحوا الناس يشربوا الماء بزاف في ثلاثه ديال الوجبات قبل من الوجبات، يعني ماشي كندوز بالماء، خصني نشرب قبل من الوجبه بواحد نص ساعه ولا ساعه. كذلك غسل الايادي مزيان، نجنبوا على قدر الاستطاعه الماكله في الصنقه، لان في بعض الحالات كيوقعوا لينا تعفنات ما كنعرفوهاش من جايه وهي جايه من داك ليجين اليمونتير بحال الجرثومات المعده بحال لي بارازيت اللي كيلصقوا لينا على المسران وكيديروا لينا تا مشاكل مستوى النظافه ديالنا، يعني فوالا مستوى الطهي ديالنا وظروف طيبات وداك الشيء ما امكن. استشاره الطبيب منين كان يعني كيشوف راسو الانسان سافا با، من الاحسن يمشي عند الطبيب باش حتى حنا عاوتاني ماشي كيجيك في واحد الوقت اللي متاخر، يعني باديه القرحه ولا داك الجرثومه دات له مشاكل عويصه على مستوى المعدة ولا الكولون ديالو تاثر بزاف، يعني هنا كتولي في واحد يعني انت كتولي اون كورس كونتر لا مونتر، خاصه الحالات المستعجله، لان ما خاصكيش تضيعي له الوقت، خاصك دغيا تفكي له المشكل ديالو باش انه يبرا ويرجع كما كان. بالاضافه للعادات ايضا نصلحوا من عادات الحياه ديالنا، الا كان هناك بعض روتين بدلوه نبدلوا روتين، يعني نتعشاو بكري ما نخلطوش الاكل، ما ناكلوش نشبع ونترطخ والصفه ما بقيتش قدي تنوض، بحال هذا السيد هذا اللي اتصل قبيله قلت له يعني ناكلوا ربعات الوجبات في النهار، هادو خاصه الناس اللي عندهم مشكل في المعده، كميات قليله يعني بحال اللي في عوض ما ندير دو غوبا بزاف ثقال ونقسمهم نقسم اون بوتيت كوانتيتي كميات قليله بطريقه متفرقه، على ما ناكلوش نمشي نجري ولا ناكل ونمشي نتمشى ولا ندير شي مجهود نخمل الدار ولا لا لا كلينا نرتاحوا شويه نخلي واحد المده عاد نوض نديروا المجهودات باش كتعاوني ان الهضم يكون وكل ما كلينا خفيف كل ما كنبقاو مرتاحين فوالا. فكيدهر لي شرنا على كل شيء دكتور، ياك ما نسينا حتى شي حاجه في موضوع عسر الهضم، نتمنوا يا رب دائما ان النصائح ديالنا تكون فايده والمستمعين ديالنا دائما يستجبوا لها ويبادروا الى بان لهم اي اعراض، احنا مش بغايه التهويل ولا نخلعوكم ولا نهولوكم بقدر ما غير نحسوكم بعلامات انذاريه، تسير الشر ما تخسر والو، تشوف على الاقل الظروف والامور شنو كاين من عند اهل الاختصاص او لا دكتور. فعلا مشكوره دكتور نور عقال، دكتور اختصاصيه في الامراض الجهاز الهضمي، تحياتي وسلام.